نجح من الجديد للانتخاب، ونؤكد من هنا من المختارة رفضنا لأي قانون يمس بصيغة التعددية والتنوع في لبنان، ويمس بالتمثيل طائفة الموحدين الدروز الذين يعتزوا بقيادتكم لهم في السراء والضراء وبرعايتكم لمؤسسات الاجتماعية والأهلية، وغني عن القول إنهم يبادلونكم الوفاء الآن وفي كل حال. يحاول البعض أن يتنكر أو يتناسى الدور الكبير الذي قامت به هذه الدار العامرة عبر التاريخ في تحقيق الحفاظ على الاستقلال والسيادة للبنان، ونحن هنا جميعا سنبقى على التزامنا بتوجهاتكم، وسنرفع رايتكم في وجه ما نشهده من تخلف يعيد المنطقة بأسرها عشرات السنين إلى الوراء. قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية ليس بالجديد، فقد بادرت الجمعيات النسائية للمطالبة به منذ مدة، وقد تلقف المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز هذه المبادرة وشكل لجنة، وهذه اللجنة اقترحت تعديلات رفعتها إلى مجلس إدارة المجلس المذهبي الذي درسها وأقرها، ونحن اليوم جايين تنطلب من وليد بيك ننفذ اقتراح جئنا اليوم لنضع مشروع تعديل قانون أحوال الشخصية بين يديك لثقتنا الوطيدة بك، لأنك المرجعية والحاضن الأكبر بكل مجتمعنا بكل مؤسساته وفئاته ومكوناته، والعامل دوما على استمرار تقدمه وشرفه. سأتبنى كل المطالب بدون أي تردد، وسنحارب من أجل تحقيق المطالب المحققة.